السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن هيرو أونودا وأرض الخوف. هيرو أونودا هو جندي ياباني شارك في الحرب العالمية الثانية، وكلف بمهمة الاستطلاع، إن هو يشوف لو الجيش اتقدم ناحيته يبلغهم، فكان مستخبي في الفلبين. وفضل قاعد بعد ما الحرب خلصت، الحرب خلصت 45، هو فضل قاعد لحد 1974، فضل 30 سنة منتظر الأوامر، وأي حد كان بيقرب بيتخانق معاه، يعني مر شك إن هو عايش، فراح عشان يجيبوه للفلبينيين يقولوا له إن الحرب خلصت وإن اليابان استسلمت. قال لأ ده خدعة، وقتل 30 واحد فيهم. ولما جم سنة 74 برضه حاربهم، لأن هو عنده أوامر إن هو يمنع حد يعدي من هنا، لحد ما اضطروا إن هم يدوروا على القائد بتاعه، كان خلاص بقى بيودع. جابوه يعني وقال له ده احنا خلاص استسلمنا، فاستسلم. فده هيرو اونودا، ده من الشخصيات النادرة جدا اللي هو مش محتاج متابعة من الإدارة، هو خد أوامر مكلف بيها هينفذها لحد ما يموت. في برضه فيلم أرض الخوف، أحمد زكي قال له أنت ضابط شاطر، فهنكلفك بإن أنت تخش جوه المجرمين وتبقى مجرم زيهم بالظبط، وهيبقى مفيش تواصل بيننا وبين بعض، مجرد لو في اي معلومه بعتها لنا واحنا ناخد القرار، سواء قبضنا على سواء ما قبضناش انت مكمل المسيره. ففضل تقريبا 30 سنه برضه فاسد ومخدرات وحشيش وكله، لحد ما فوجئ ان اصلا الاداره اختفت من زمان، مفيش حد متابعه ومفيش حد بيستلم الرسائل دي، وان مكتب البريد محتفظ بيه. الشخصين دول من الشخصيات النادره جدا، يعني يكون صعب ان انت تلاقيهم. لازم يكون في نوع من انواع الاداره ونوع من انواع المتابعه، يعني اساس من اسس الاداره المتابعه، ان انت في كل فتره تعرف الشغل وصل فين، تتابع الموظفين، تروح وتقعد معاهم وتشوف ده وصل لفين ووصل لفين، طب في ايه المعوقات، ما تستناش ان هو يجي لك، ممكن مثلا هو حاسس ان هو ماشي صح بينما هو مش ماشي صح، ماشي غلط. برضو المتابعه زياده عن اللزوم بتخنق، يعني كان موقف طريف، انا كنت شغال في احد الشركات، كانت الإدارة مصرة إن أنا يوميا أدخل أقدم، أو كلنا يعني نخش نقدم تقرير يومي عن إحنا وصلنا فين. فكل يوم أدخل أنت شغال فين؟ أنا شغال في مشروع إكس. هو الشركة كلها أصلا مفيش فيها غير مشروع إكس، يعني الشركة كلها شغالة على مشروع إكس لأنه مشروع كبير جدا وضخم. فتقول لي يا أنت مش إمبارح برضه شغال في نفس المشروع؟ قال لا يا فندم، إحنا هو مفيش غير هو المشروع ده الوحيد اللي موجود في الشركة. تقول لا 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 ما ينفعش كده، شد حيلك. شد حيلي إزاي طيب؟ فحاضر. تاني يوم إيه انت شغال في مشروع ايه؟ شغال في مشروع اكس. هو اكس ده مخلصش يا يعني فندم، هو لمده 3 سنين قدام هو مشروع اكس ده اللي معانا، هو ده اللي احنا شغالين فيه. فتقول لا لا شد حيلك. فالمهم صاحبي كل شويه يدخل والاداره مبسوطه، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي ابدا، يعني بفصل في الموضوع، راح قال ايه؟ ده انا امبارح تعبت تعب، ده انا امبارح عملت 3 سنكرونايزيشن انا سيف، وعمر بعت لي ريكوست ورديت عليه، وفلان بعت لي 3 ريكوست ورديت عليهم، وعملت رسمت كذا، ويقعد يخش في تفاصيل 5-6 دقايق لحد ما الاداره تقول له بس الله يهديك انت والله بقى تتعب كتير قوي. فده في موضوع المتابعه، لازم يكون في متابعه، ولازم يكون في تقييم للاداء، ولازم يكون كل فتره كده طب ايه المشاكل، طب ازاي نحسن الاداء. انما ان انت تدي الاوامر وما تتبعهاش، ده ممكن يحصل في الانظمه العسكريه، في الجيش بيحصل الحاجه زي كده. ده فرق بين النظام الاداري في المدني والعسكري. النظام المدني محتاج متابعه زياده عن اللزوم، النظام العسكري ما فيهوش هزار، فلما بتدي امر لازم يتنفذ. فقدر الامكان اي امر تديه لازم تبقى كاتبه كده، انا اديت فلان الامر الفلاني فلازم اتابعه، والحاجات دي كلها. يعني مثلا حتى احنا في بيم عربي انا محتفظ بجدول اكسل، كل ماده لحد اوردر او في اوردر لحد بكتبه، ونبدا نتابع بعد فتره كده بعد اسبوع ايه وصلنا لفين. لا والله انا مشغول مش عارف اعمل الموضوع ده خلاص، طب كويس ان عرفت دلوقتي بدل ما اعرف بعد شهر، اخده اديه لحد تاني وهكذا، بحيث ان يبقى فيه متابعه بصفه دوريه، وده اللي احنا عايزين موجود في الشركات، ما حدش يدي الاوردر وينام عليه.